Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi ça va très bien. Je suis Carole, votre prof de français. كيف كون اليوم؟ ليكو شهديتني صديقتي جيرالدين. جيرالدين صديقتي فرنسية. دايما بتجيب لي حيوانات بلاستيك بلعب فيهم أنا وبقرا كمان عنهم. اليوم هديتني زرافة، اون جيراف. شايفينها؟ لا جيراف، حدا منكم شايف جيراف؟ أنا مش شايفة ولا مرة جيراف. وكنت عم بقرا اليوم قلت لأخبركم إنه لا جيراف بتعيش بأفريقيا. من هيك أنا مش شايفة منها أبداً. وهي يوصل طولها للخمس أمتار، 5 متر، وممكن وزنها يوصل للأن طن، يعني تقيلة كتير كتير. ومثل ما شايفين عندها أن لون كو، يعني رقبتها كتير طويلة. وقريت شغلة غريبة أصدقائي، بتعرفوا إنه لجيراف بتنام كل نهار بس ساعتين؟ بس ساعتين. وهي كمان سيت ان انيمال اربيفور. اربيفور يعني حيوان بس بياكل اعشاب، ما بتاكل لحمه ابدا. بتاكل اكيد كمان فواكه، بتاكل اوراق شجر. شو مهضومه لجيراف، كثير مهضومه. حبيتوها؟ وبتعرفوا كمان قريت شغله مهمه، انه الانسان بيفكر انه لجيراف صامته ما بتحكي ابدا، بس هذا شيء مش مزبوط. لجيراف الغرون غرون، يعني بتصدر اصوات قريبه شوي للخنزير، بس نحن ما فينا نسمعها لانه الصوت كتير كتير واطي. كتير حبيت قصه جيراف. جيراف اسم ببلش بحرف الجي، لا لتر جي. تعالوا اعلمكم اليوم لا لتر جي. جي ماجسكول، جي مينسكول. جاهزين؟ انا كتير محمسه ورح اعلمكم كمان كومون اون اكري اون جيراف. جاهزين؟ بس بالبداية رح نسمع الألفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme B. E, éléphant. F comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme île. J comme jus. K, kangourou. L comme lune. M, mouton. N comme nid. O, orange. P comme pomme. Q comme 4. R, radis. S, serpent. T, tortue. U, univers. Vélo. W, wagon. X, Xavier. Y comme yaourt. Z comme zèbre. A, B, C, D, E, F, G. On va écrire la lettre G. جاهزين؟ شوفوا، أول شيء رح نكتب G majuscule. شوفوا كيف. On tourne, يعني منبرون، منسكرها بهالطريقة. G majuscule. شوفوا جيرالدين يلي هديتني لجيراف، كيف تكتب اسمها؟ G رال دي ن. جيرالدين هو اسم فرنسي. G majuscule. عم بسمع ج. بدي اقول لكم شغله بدكم تنتبهوا عليها كثير منيح. ان فرونسي لا لتر جي فيني اسمعها ج، وفيني كمان اسمعها ج. بس كيف بدي ضيع انا بضيع هيك ج وج؟ ما تخافوا ابدا اصدقائي، بهالحلقه بس رح اعلمكم الكلمات يلي بنسمع فيهم ج. وبالحلقه الجايه بدكم تنطروني منيح، لانه رح نشوف كلمات تبدا وبتتضمن لا لتر جي بس بسمعها ج. اتفقنا؟ رح نكمل. اذا اون ا اكري لا لتر جي ماجسكول. maintenant وهلا رح نكتب لا لتر جي مينوسكول. كثير سهل، شوفوا. دائرة صغيرة، ان بوتي رون. ننزل بهالطريقة ومنطلع.
صعبة؟ رح نعيدها بعد مرة. دائرة صغيرة، un petit rond. ننزل بهالطريقة ومنطلع. سكروا سنانكم على بعضكم. إذا عندكم أخوة صغار ساعدوهم. مرات الأولاد بحطوا لسانهم برا. قولوا لهم يفوتوا لسانهم لجوا ويسكروا سنانهم. جي ماجسكول. جي مينسكول. ما منقول جه. منقول لهم جي. سي لا لتر جي. جي ماجسكول. جي مينسكول. وهلا شو رأيكم نكتب اسم الزرافة؟ مين بيتذكر شو يعني؟ اون جيراف. برافو. اون جي را ف. جيراف كلمة بتتضمن أحرف كلها بتعرفوها. جي غا ف. بس نحنا أكيد أكيد ما منرفوز ل أ على فان دو مو. اون جيراف. لا جيراف. برافو. ركزوا منيح وخدوا وقتكم واكتبون كتير منيح. وأكيد بهيدي الحلقة رح نتعلم كلمات تانية بتتضمن لا لتر جي. منسمعها ج. فوزوها منيح. بس هلا أنا رح انتقل معكم على التابلو، لو بيتي تابلو، لأنه علقت لكم ورقة وهيدي الورقة مكتوب عليها كلمات. قولكم قصة أو غنية؟ إن شانسون غنية أغنية صح. لا شانسون عنوانها سون تيتر جي فان. شو يعني جي فان؟ I'm hungry. أنا جائع. كلنا منجوع وأنا كتير بجوع وكتير بحب آكل. من هيك حضرت لكم هيدي الغنية لبس تجوعوا تغنوها. بس أنا هلأ أكيد رح أشرح لكم كلماتها، رح نرجع نسمعها سوا. جاهزين؟ ركزوا معي منيح على الكلام. جي فان. أنا جائع. أنا جائعة. Quand on a faim. Quand on a faim. يعني لما منكون جائعين، لما بكون جوعان. Qu'est-ce qu'on mange. شو منأكل؟ هيدا أول جملة عندنا سؤال. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange? لما نكون جوعانين شو بناكل؟ انتو شو بتاكلوا بس تجوعوا؟ الغنية بتقول de la soupe. مين بيتذكر شو يعني سوب؟ برافو. سوب يعني حساء. ناكل حساء وخصوصي بفصل الشتاء. de la soupe. كيف بناكلها الحساء؟ ناكلها او بنشربها؟ بنشربها. et avec quoi on la mange؟ كيف منتناول الحساء؟ une cuillère. مين حزر شو يعني une cuillère؟ أكيد ملعقة. لكن de la soupe. سوب حساء. avec quoi يعني بماذا؟ مع شو؟ بمساعدة شو؟ avec quoi on la mange؟ une cuillère. كل ما تشوفوا ملعقة بالبيت قولوا cuillère. بدنا ناكل شي تاني هلا. Et quand la viande, viande, يعني اللحم. Et quand la viande, elle est dure. يعني لما اللحمة بتكون قاسية. مرات بس نكون عم نتغدى ويكون في لحمة بتكون شوي قاسية. شو منعمل فيها؟ On la coupe. On la coupe يعني من قصة. كيف من قصة؟ بالسكين، بالشوكة وبالسكينة. بدكم تنتبهوا أصدقائي، إذا كنتوا صغار بدكم تطلبوا مساعدة من حدا كبير أكيد. رح أرجع عيد. إي كان لا فياند يعني فياند يعني لحم. إلي دور. دور يعني قاسية. أون لا كوب. كوب يعني منقطعة، منقصة. إي بوي ومن بعدها أون أتان يعني ننتظر. شو مننطر لما نخلص الغدا اللحمة والحساء ومرات السلطة؟ شو مننطر؟ Le dessert. Le dessert يعني الحلو بآخر الغداء. بيطلع كلنا عبالنا ناكل شي حلو. منقله en français le dessert. أكلنا الدسير. هلا رح نكمل الغنية. Quand on a soif. شو يعني on a soif؟ يعني عطشانين. أنا عطشان. J'ai soif. أنا عطشان. Quand on a soif
Qu'est-ce qu'on boit? ماذا نشرب؟ إذن boit يعني نشرب. شو منشرب؟ شو أهم شيء لازم نشربه بس نعطش؟ برافو، مي. أول شيء لازم نفكر بالمي. De l'eau. De l'eau fraîche. مي fraîche يعني شوي باردة ونضيفه أكيد، بدنا نتأكد من المي اللي عم نشربها. De l'eau fraîche et parfois يعني sometimes مرات aussi du jus frais. Du jus يعني عصير، عصير طازج. Quelle joie! مين بيتذكر شو يعني joie؟ يعني فرح. Quelle joie de se réunir يعني إنه نجتمع. Se réunir يعني نجتمع. À table. وين منجتمع لناكل؟ أكيد على الطاولة. De se réunir à table et de manger يعني نأكل proprement. Proprement يعني بشكل نظيف. في كتير كلمات بهيدي الأغنية، رح نرجع نقراها مرة واحدة أكيد رح نسمعها. J'ai faim. Faim يعني أنا جائع. كل ما تجوعوا بالبيت قولوا للماما J'ai faim. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange? ماذا نأكل؟ De la soupe. Soupe يعني حساء. Et avec quoi on la mange? بواسطة شو بناكلها؟ Une cuillère. Cuillère. قولوا بعد مرة. Cuillère يعني ملعقة. Et quand la viande. Viande يعني اللحم. Elle est dure. منقول la viande. من هيك قلت elle est dure. دور يعني قاسية. شو منعمل؟ on la coupe يعني منقصها منقطعها لقطع صغيرة. et puis on attend ننتظر le dessert. dessert يعني الحلويات، ومرات الدسير بيقدر يكون فواكه كمان. quand on a soif يعني بس نعطش، وإذا أنتوا عطشانين بالبيت قولوا j'ai soif يعني أنا عطشان. Qu'est-ce qu'on boit? ماذا نشرب؟ Boit يعني أشرب. نشرب أول شيء de l'eau fraîche. Fraîche يعني طازجة. مياه. De l'eau يعني المياه. Water. Et parfois aussi. Parfois يعني مرات. يعني sometimes. Aussi يعني كمان. Du jus frais. عصير طازج. Quelle joie! De se réunir à table. شو هالفرح إنه كلنا سوا نجتمع حول الطاولة أو المائدة. Et de manger وأن نأكل ونأكل كمان proprement. وأهم شيء إنه نأكل بطريقة مرتبة ونظيفة. الأغنية كتير 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 حلوة. Vous êtes prêts؟ أنتوا جاهزين تنسمعها؟ يلا رح نسمعها سوا. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange? De la soupe! Et avec quoi on la mange? Une cuillère! Et quand la viande, elle est dure? On la coupe! Et puis on attend le dessert. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau fraîche! Et parfois aussi du jus frais. Quelle joie de se réunir à table et de manger proprement. جانا أصدقائي على الفقرة الأهم، لأنه نحن قدام الشاشة وقدامكم أكيد votre cahier يعني دفتركم، وبإيدكم le crayon يعني القلم. شو بدنا نعمل؟ بدنا نكتب ونحفظ كيف بنلفظ الكلمات يلي عم علمكن ياهن. هي كلها كلمات تتضمن elle contient la lettre G. وعم بسمع ج. سكروا تمكن منيح، سكروا سنانكن على بعض. ج ج. on va commencer par le premier mot. رح نبدا بأول كلمة. شوفوا شو شايفين، شو حلو هالشاطئ، شاطئ البحر. شو حلو بالصيف نروح نتسبح بالمي. شو منقول له ان فرونسي شاطئ؟ اون بلاج. اون بلاج. جو بو دير اوسي، فيني قول كمان لا بلاج. جو في على بلاج. انا ذاهب
إلى الشاطئ. Une plage. Plage يعني شاطئ. حفظتوها؟ عدوها بعد مرة، كتير سهلة. Plage. Une plage. جاهزين للكلمة الثانية؟ مين صديقتنا؟ الزرافة. ليكو شو مهضومة بهالصورة. شو منقلها؟ Une girafe. برافو. حتى لو كتبتوها بالفقرة الماضية اكتبوها هلا كمان تستفيدوا، بتعدوها بعد مرة. Une girafe. La girafe. girafe انا قلت لكم c'est un animal herbivore، يعني حيوان. animal يعني حيوان. بتاكل اعشاب، ما بتاكل لحم ابدا. شو شايفينها بالصورة عم تعمل؟ اكيد عم تاكل اوراق اشجار. La girafe. شوفوا نكتب جي، نكتب اي، ار، ا، اف، او. لو او على la fin je ne le prononce pas. ما بلفظ لو او على la fin du mot، باخر الكلمه. ثالث كلمه شو شايفين؟ هيدا الشيء اللي شايفينه منقله بالعربي ستره، ستره النجاه. يعني انا اذا بدي اتسبح بالبحر، quand je suis à la plage، على الشاطئ، بحط او بلبس سترة نجاة. يعني هي هيدي السترة اللي بنلبسها تما نغرق اذا ما كنا كتير بنعرف نسبح. En français هيدي السترة منقلها un gilet. بس انا كمان هيدي السترة فيني البسها بالايام العادية، يعني بتكون هي مؤلفة او مكونة من قماش. هي بتشبه الجاكيت اللي انا لبستها بس بلا كمام، بتصير اسمها جيلي. شوفوا شو سهلة هالكلمة. أن جيلي. جيلي. وشو لونه هيدا الجيلي؟ لونه روج. برافو، كلنا صرنا نعرف الألوان. أن جيلي روج. روج يعني الأحمر. إذا هيدي السترة، ويمكن منكون عندن جيلي، كل ما تلبسوها قولوا سي مون جيلي. مون جيلي. وإذا عندكن أن جيلي روج لازم يكون لونه أحمر. طيب إذا كان votre gilet أزرق شو منقول له؟ mon gilet bleu. برافو. وإذا كان votre gilet على لون جاكيتي أنا زهر، شو منقول للزهر؟ rose. très bien. خليني أحذركم بعد، إذا كان لونه أصفر jaune. برافو، كتير منيح. لنرجع لكلمة يلي بتتضمن للتر جي، اسمها gilet. السترة هي جيلي. وأنا اخترت لكم لا كولور روج أو لون الروج لأنه كمان روج بالآخر فيها أي حرف؟ جي. جيلي روج. برافو. هلأ رح ننتقل للكلمة الرابعة. شوفوا شو معنى بقولولا بالعربي هيدي البنت غجرية. الغجر هن ناس ما بيسكنوا بمنطقة معينة، بيتنقلوا من منطقة لمنطقة وعندهم عاداتهم وتقاليدهم. الكبار منكم يلي عم يحضرونا وبيعرفوا يزوروا مواقع على على الانترنت، يفوتوا يوتيوب، بيقدروا يفوتوا يقروا عن الغجر، هيك بيتثقفوا. الغجر ان فرانسي بنقول لهم جيتان. الغجريه بنقول لها اون جيتان. جيتان هي كلمه بتبدا افيك كال لتر جي. اون جيتان. الغجريه. لا جيتان. قولوا بعد مرة جيتان. تري بيان. والكلمة الأخيرة يلي رح نتعلمها بهيدي الحلقة هي اون اورانج. اورانج يعني برتقال. هي فواكه كتير مفيدة أصدقائي، فيها كتير فيتامين سي. يعني إذا بناكل كتير منها احتمال إنه ما كتير نسخن، لأنه الفيتامين سي بيقوي لنا جسمنا وما منقرب أبداً. أورانج هي كلمة كمان تنطبق على لون البرتقالي. يعني إذا أنا لابسة جيلي برتقالي قول مون جيلي أورانج. والأورانج هي كمان فاكهة. بطبيعة الحال هي الفواكه يلي عطيت لهيدا اللون اسمه. دونك اون أورانج هي الفاكهة. لما بقول أورانج يعني برتقالي، بيكون اللون البرتقالي. هينين ما هيك؟ خلونا نعيدهم. رح نرجع لأول كلمة
كانت معنا شاطئ بنقول له اون بلاج. Je vais à la plage. Plage. Deuxième mot. Une girafe. الزرافة. Girafe. Telite kelme. Un gilet rouge. السترة الحمراء يلي شايفينها بالصورة. خدوا وقتكم واكتبوا جيلي غوج. بدي اقول لكم شغلة عن جيلي، شوفوا آخر حرفين. عندي أ وعندي تي. هول الحرفين مع بعضهم بيعطوني لو سون إي. أن جيلي غوج. تخي بيان. الكلمة الرابعة اللي تعلمناها اليوم هي أون جيتان. الغجرية. أون جيتان. أما الكلمة الأخيرة فكانت معنا أون أورانج. أورانج يعني البرتقال. لحطوا تكتبون كلهم. أنا بدي أطلب منكم شيء، لما بتخلص حلقتنا ترجعوا تتمرنوا منيح على لفظ لليتر جي وعلى كتابة كل الكلمات يلي تعلمناهم سوا، وتعلمون كمان لأخواتكم الصغار. تمرنوا منيح عليهم واحفظون منيح، لأنه بالحلقة اللي جاية رح نشوف نفس الحرف بس بنسمعه جاهز. بدي لكم أنا au revoir. Une plage. Un gilet. Rouge. Une gitane. Orange. Une girafe. Un pigeon. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange ? Et avec quoi on la mange? Une cuillère. Et quand la viande elle est dure, on la coupe. Et puis on attend le dessert. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau fraîche. Et parfois aussi du jus frais. Quelle joie de se réunir à table et de manger proprement.